السلام عليكم ورحمة الله، برحب بيكم في وصفة جديدة من أكلة فريش. النهاردة عاملين وصفة جامدة جدا، نجرسكو. هي تقيلة شوية فمحتاجة حاجة خفيفة كده وحاجة صحية جنبها. فعندنا الاير فراير خاص بفريش، حاجة حلوة قوي. ناخد فيه شوية بطاطس كده ونحطهم، محتاجين حاجة صحية. نبص على القلاية الجميلة اللي من غير زيت دي خالص، ونبدأ نحط عندنا أي حاجة عايزة تتقلي. طبعا فيها 8 برامج، بنختار البرنامج اللي احنا عايزينه، لحوم بقى، أسماك، أي حاجة أنت عايزاها. احنا بنظبط هنا على البطاطس، تمام. وبعد كده بنبدأ اللي احنا نشغل، نديها التايم المظبوط بتاعها من 12 ل 15 دقيقة، تطلع معايا مقرمشة وزي الفل. لو عندي كمية كبيرة أعمل إيه؟ بقوم حاططها في الشبكة اللي قدام حضرتك ديت، ونبدأ اللي احنا نوزعها بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. نقفل. عايزه تحط هنا في الجنب هنا سمبوسك مثلا، عايزه تحط اي حاجه عايزه تتقلي، مفيش مشكله. نقفل وبعد كده نبدا نشغل عندنا الفرن. تمام جدا.